السلام عليكم، كديري؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الكيكه ديال التفاح، كيكه سهله نعملها دائما في اطار الوصفات البسيطه والسريعه واللي ما كتاخذش منها وقت، ما كتاخذش يعني بزاف ديال المقادير ايضا. ان شاء الله كنتمنى انها تنال اعجابكم، وكنتمنى من الناس اللي باقي ما اشتركوش معايا والناس اللي يعني مشتركين وما كيشاهدوش الفيديوهات ديالي، كنتمنى منكم يعني فضلا وليس امرا انكم تشتركوا في القناه ديالي وانكم تشوفوا لي فيديو ديالي، يعني باش تعاونوني تعطيني واحد الدفعه للامام، تعاونوني باش نوصل ل 4000 ساعه ونحقق 1000 مشاهد. يعني انا كنشوف هذا الحلم باقي بعيد عليه بزاف، ولكن يعني بفضلكم، بفضل الله سبحانه وتعالى اولا، وبفضلكم اللي تعاونتوا معايا راه غادي تعاونوني في التحقيق ديال هاد الشرط هذا، وفي التحقيق ديال الحلم ديالي انايا ايضا. كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم وما نكونش يعني يكونش ما يجيكمش الفيديو طويل. غادي ندوز معكم المقادير. هنا كما كتشوفوا عندي 4 البيضات، عندي 4 البيضات، نسيت التفاح، ما لاحظتوش، غادي نحط التفاح. فوالا، عندي 4 البيضات، عندي 160 سنتيلتر تاع الزيت، عندي كاس تاع السكر حسب سكر سنيده يعني حسب الرغبه. انا ما كنكملش السكر، ما كنبغيش الحلاوه بزاف، يعني كندير غير هذا كاس الا ربع ديال السكر. عندي كاس ديال الدانون مسوس او ياغورت مسوس، عندي واحد ساشي ديال الفاني، انا ما عنديش ساشي ديما كنستعمل هذا، المهم بالنسبه لكم نتوما عندكم ساشي تاع الفاني تاع من فئه 7 غرام او 8 غرام. عندي 2 خمارات ديال الحلوه يعني من فئه 20 غرام، وعندي واحد يعني لوزاز تاع الليمون، القشور ديال الليمون محكوك او الحامض، نتوما كتختاروا النكهه اللي بغيتوا، بغيتوا الحامض كتستعملوه، بغيتوا الليمون كتستعملوه، ومن طبيعه الحال 2 تفاحات. غادي ندوز معكم ان شاء الله الوصفه. غزيت نزيد كاس ديال السكر، نتمنى يكون كلشي واضح. كاس ديال السكر، غادي ندير شويه ديال الفاني، وغادي نطربها بالطرب الكهربائي، وتفاديا انني ما نزعكمش بعدم الازعاج، تفاديا للازعاج يعني بالصوت تاع الطرب الكهربائي. غادي نقطع وغادي نطربها ونرجع معكم ان شاء الله. هنا رجعت معكم من بعد ما طربت البيض. هنا غادي نزيد الزيت، كتصنصر 160 سنتيلتر ديال الزيت. غادي نزيد الياغورت ديالي يعني من فئة 100 غرام يعني أو 100 غرام. نخلط، نزيد قشر ديال الليمون ديالي محكوكة، نستمر في الخليط في الخلط. وكنبدا نزيد الدقيق ديالي شويه بشويه من طبيعه الحال، انا غربلته من قبل، ولكن غادي نعاود عاوتاني نغربلو، يعني الدقيق 300 غرام ديال الدقيق، ولكن كتبقى كميه الدقيق حسب يعني حسب الدقيق هي اصلا، حيت كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي لا. غادي نعاود نغربلو عاوتاني
يعني الدقيق تاع لي كيك من الاحسن انكم تفربلوه جوج او ثلاثه ديال المرات. غادي نزيد الخمارات ديالي حتى هما غادي نغربلهم باش يخرج لينا الكيك مهوي كما قلت. الخميره من فئه 20 غرام كما كتشوفوا تيبقاو فيهم حبيبات، وهذوك الحبيبات هما اللي كيمنعوا الكيك من يعني من الانتفاخ، وتيجي مدقس ما كيجيش مهوي. تنزيدوا الدقيق تدريجيا نزيد الدقيق ديالي كما سمعتوا 300 غرام ديال الدقيق، وهي الدقيق كتبقى حسب الدقيق يعني اللي الجودة ديال الدقيق. الكيك ديال التفاح تيبغي يكون يعني ماشي خفيف، ماشي بحال الكيك الاخر، لانه الا درنا الكيك خفيف ودرنا فيه التفاح غادي ينزل لينا لتحت، يعني غادي نديرو ثقيل. انا باقي خاصني شويه ديال باقي خاصني شويه ديال الدقيق، غادي نمشي نزيدو واحد شويه ماشي بزاف. ما تخافوش من كمية الدقيق، يعني تقولوا راه الخليط كتير، راه كتجي اصلا من الداخل المفشة وزوينة. ان شاء الله غادي تتابعوا معايا المراحل كلها حتى تطيب ان شاء الله. كما كتشوفوا غادي نخوي في المول ديالي، راني ديجا وجدت المول ها هو، غادي نخوي فيه الدقيق ديالي. نتوما ديرو دائري او يعني الشكل اللي يعجبكم. كما كتشوفوا غادي نقطع التفاح ديالي، التفاح ديالي هو قطعته، لقيته وقطعته. غادي نحاول ندوزو من الدقيق باش ما يهبطش ليا لتحت، كندوزو من الدقيق باش ما يهبطش ليا لتحت، وكنبدا في التسييف ديالو.
غادي نكمل التفاح ديالي ونرجع معكم من بعد ان شاء الله. اول يعني ها هو الكيك ديالي ديال التفاح، ان شاء الله غادي ندخلو للفرن ونطلقوه ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي. ها هي الكيكه ديالي من بعد ما وجدات، غادي ندهنها بالناباج. نتوما الناباج اللي بغيتو، انا عندي ناباج ديال الفريز وديال الفرامبواز. اللي بغى داك الناباج الشفاف، انا عندي غير ما بغيتوش، الدراري قالوا لي كبغاو هذا ديال الفرامبواز. واللي بغى يخلطو مع الماء يديرو، انا كنبغي مركز نورمالمون، مش انا اللي كنبغي هكا، ولادي كيبغيو هذا الشيء باش ياكلوا لي الكيكه ندير لهم خاطرهم. ايوا غادي نقطع لكم واحد الطرف، كتجي هائلة خفيفة وزوينة. انتما غادي تشوفوا معايا هي. هي باقية سخونة، كتجي خفيفة ورائعة. هانتوما كتشوفو، نقرب لكم. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتشجعوني بلايك واشتراك من طبيعة الحال، وتقولوا لي في الكومنتيرات اش من وصفات جربتو من الوصفات اللي درت لكم، و ان شاء الله تصير وصفة اخرى. شكرا لكم بزاف، الى اللقاء.